عندنا قوس القوس راجل القوس بيعمل بس ما بيعرفش يزوق الحاجة أو ما بيعرفش يختار، بس بيعمل بس ما بيعرفش يجيب الحاجة المناسبة للي قدامه. بيغرق في شبر مية، يعني هو كمان محتاج حد يوجهه، محتاج حد يوجهه أو حد يفكر له، بس هو دايما بيبقى عنده أولويات. الأهم في المهم يعني لازم حاجة تبقى تستدعي ان هي تتجاب او تتعمل، لان هو بيحب دايما يحط كل حاجه في مكانها، يعني يحط فلوسه في حاجه مهمه. آه يعني انا لو هشتري حاجه اشتري حاجه تستاهل بالظبط، مش حاجه تترمي يعني بالزبط. او حاجه مش شايفه ليها قيمه. طب لو الست القوس طفله كبيره بتتضايق جدا من الحاجات ديت، بتفرح زي الطفله بطريقه غير طبيعيه لو حد افتكرها، لو حد عمل لها، لو حد جاب لها. وهي من النوع اللي هي ست شيك، بتحب تاخد وتدي، يعني بتحب تهدي وتتهدى، يعني في علاقاتها الاجتماعية دي ناجحة جدا في بالزبط. المحيط. بس ما فيش نوع من أنواع الهدايا معينة يعني برضو بكيزة في نفسها برضو بتحب الحاجات القيمة جدا جدا جدا. احنا عندنا الستات في الأبراج، الستات والرجالة، الستات أقوى وأكتر في الحاجات ديت، بيهتموا بالحاجات دي أكتر، بيدوها أهمية كبيرة يعني. جامدة جدا جدا. الست هي اللي بتفرق معها أكتر من الراجل على فكرة، يعني لو ما جابش. وعلى فكره دايما كل سنه في الفالنتاين بتحصل نسبه مشاكل كتيره جدا 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 بسبب الهديه. هي حكايه انا عايزه ورد يا ابراهيم دي حقيقيه؟ يعني في ابراج لو جبت لها ورد تكسب قلبها فعلا؟ في يعني السرطان ممكن تحب الورد، الحوت تحب الورد. انا بحب الورد اللي بيتزرع. ايوه ما هو يعني مش الورد، انا ما بحبش الورد المقطوف، يعني انا بحب الورد يعني حد يجيبه لك يجيب لك الزرعه كلها، الزرعه او حتى الزهره الوحيده هي الليليوم اللي هي اللي بتعيش مثلا اسبوعين ثلاثه تفتح في بعضها دي، يعني الحاجات دي. طب سيبك من عشان انت مقصله بتحب عندك اصول في الحاجات. بحب الحاجه اللي عارفه اللي هي تكون روح تعيش بالظبط ليها جد، بيصعب عليكي ان انت حاجه تقطعيها وتموت. نيجي بعد كده للجدي. طبعا ست الجدي كريمه، بتحب تهدي وطفلة برضو، بتحب عايزة هي كمان هدية، بس ممكن تفرح بأي حاجة ممكن تجي لها، مش 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 بتفرق معاها ان انت بس افتكرتها او جبت لها هدية، دي بتفرح بيها قوي قوي. اوكي، يعني ايا كانت الهدية ايه المهم انك فاكرني. راجل الجدي حريص، يعني ممكن ياخد اكتر ما يدي، ما بيحبش يدفع قوي، يعني هو اناني سنة فبيفكر في نفسه، هو لو فاض منه حاجة هيجيب، ما فاضش حاجة منه خلاص هو ظروفه ما تسمحش. ممكن يقول كلام حلو بدل الهدية. طب في هدية معينة ممكن ترضي كل الأبراج أيا كان بقى مين برج خطيبك أو جوزك هاتيها؟ الورد الأحمر طبعا أكيد في الفالنتاين، هو اللي هو دوت للغني والفقير والمتوسط، هو الورد الأحمر معروف. طيب كده احنا الأبراج بالنسبة لنا لسه ناقص الدلو. طبعا الدلو بقى الاتنين حساسين جدا جدا جدا، راجل وست اطفال، الاثنين عايزين هدايا والاثنين بيهادوا، الاثنين كرمة، الاثنين بيهادوا وبيتهادوا وكرمة وبيدوا كل هديه في مكانها على حسب الشخص اللي قدامه، بيهادوه هو ده جاب لهم ايه او هو يستاهل ايه، ما بيستخسروش خالص في الماديات راجل وست في يعني اللي هتزرعه هتاخده بالظبط. وساعات كمان الراجل الدلو بيبقى لو ماديا عنده اوكي ممكن يجيب اكتر من اللي قدامه بيجيب. طب الحوت؟ الحوت ست كريمه جدا 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 جدا، بتهادي كتير وبتحب تهادي وتحب الحب وعاطفيه جدا وبتفرح بالورد زي ما قلت من شويه وحساسه جدا. راجل الحوت بيحسبها شويه، لكن لو حد عمل له هديه بيضطر ان هو يرد، بيتكسف فبيرد.